مقولة ثابتة ترافق القطاع المصرفي، إنه القطاع الوحيد الذي لا يزال محافظا على استقراره. لكن هذه المقولة باتت مهددة، فالقطاع يقف على عتبة مرحلة جديدة بدأت أصلا، وهي مرحلة اعتصامات قد تصل إلى الإضراب المفتوح، فتقفل المصارف أبوابها لغياب موظفيها. والسبب الخلاف القائم بين جمعية المصارف من جهة واتحاد نقابات موظفي المصارف من جهة أخرى حول تجديد عقد العمل الجماعي الذي ينظم العلاقة بين موظفي المصارف ومالكيها. أما أبرز نقاط الخلاف فتتعلق أولا بساعات العمل، إذ تم تمديد الدوام المتفق عليه في العقد الحالي من دون أن يلتزم عدد من المصارف بإضافة المردود المالي. ثانيا، يعترض الموظفون على قرار عدم إضافة غلاء المعيشة على كامل الرواتب 16 التي يتقاضونها سنويا. ثالثا، يرفض موظفو المصارف عدم ضمان حق الاستشفاء الكامل لهم بعد التقاعد، كما أنهم يرفضون رابعا عدم إدخال أي تعديل منذ العام 2008 على بدل التعليم لأولادهم. اتحاد نقابات موظفي المصارف معاناته شبيهة بمعاناة هيئة التنسيق النقابي. هن صاروا سنة ونص ناطرين السلسلة، نحن صرنا 3 سنين ناطرين عقد عمل جماعي. رح يجي وقت إذا ما صار في تفاهم مع الجمعيه ووساطه معالي وزير العمل ما عطت نتائج ايجابيه، فور تبلغنا فشل الوساطه بنكون انتقلنا لمرحله اعداد اضراب عام في القطاع المصرفي. كل هالتحركات هي لنقول لجمعيه المصارف انه هذه الحقوق المكتسبه اللي عم تجربوا تشلحونا اياها ما لكم حق فيها، هيدا حق لنا. التحركات بدأت باعتصام في طرابلس، سيليه اعتصام آخر في 5 نيسان المقبل. إذا ما وصلنا إلى خواتم سعيدة وما مضى عقد جماعي، لن يكون هنالك استقرار في القطاع المصارف. رح تفلت دربكات ورح نفلت نحن وياها دربكات، يعني كل واحد بده يشتغل على ذوقه. نحن بخمس الشهر قدام جمعية المصارف ابتداء من الساعة 4 مدعوين كافة الزملاء، ممنوع حدا يضل بالبنك أو بالبيت. الحفاظ على القطاع المصرفي هو الذي دفع النقابيين إلى انتظار المفاوضات وإن طالت، لكن للسقف الزمني حدودا يقولون، ويؤكدون الغدو لنظيره قريب.